في خطوة مفاجئة، مي العيدان تعتذر لأحمد بدير، فهل تنتهي الأزمة؟ في خطوة مفاجئة اعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من الفنان أحمد بدير بعد تصاعد الأزمة بينهما. مي ظهرت خلال مقطع فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب، أكدت فيه أن ما قالته كان مجرد مزحة، ولكنها شعرت بألم أحمد بدير من مزحتها ورأت الاعتذار عنها. شفت امبارح عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية اللي قدمها ضدي، ارفع قضية 10 و50 مليون، ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله، وخاصة أننا عايشين في زمن وباء. وتابعت: أنا اعتذرت لك لأني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة وانت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا اعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن أكون أمام رب العالمين خصوم، حقك علي لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط. كانت مي قد قامت بنشر صورة للفنان أحمد بدير وصورة ابنته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، معلقة عليها صورة ابنة الفنان أحمد بدير: والله طلعت بنت مزة، بنت الأقرع. وردت سارة ابنة الفنان أحمد بدير عليها في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك، قالت فيه: طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضح لك كام حاجة كده. وتابعت: أولا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمح لك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه، وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا. ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم، في جملة مفيدة مع احترامي لكل الفنانين طبعا. وأضافت سارة: ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت، وأخيرا أنا أبويا زي القمر، ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده. وردت العيدان على سارة أحمد بدير وقالت: أولا من قال إني سخرت منه؟ أنا قلت عنه أقرع، وهو فعلا أقرع، وأشوف يا كثر مشاهدة في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر هو من قرعته، وسهير البابلي تفت على قرعته في ريا وسكينة، أشوف ما تكلمته. وبعدها أعلن مكتب المحامي أشرف عبد العزيز بصفته محامي الفنان أحمد بدير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان تجاه ما صدر منها من تنمر وسب في حق موكله وابنته، والسخرية منه بإساءات لفظية تناقلتها أغلب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي.